ثم قال: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون الصادون النادون إن هذا لساحر مبين، وفيها قراءة إن هذا لسحر مبين، يعني مرة ينسب السحر إلى النبي أنه هو الساحر، أو الذي جاء به النبي وهو القرآن أنه سحر. وسواء قلنا زعموا ذلك أنها قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة إن هذا لسحر وقرأ مرة إن هذا لساحر، سواء هذا أو هذا، فقولهم إن هذا لسحر أو إن هذا لساحر، يقول أهل العلم هذه منهم يعني إقرار واعتراف أنهم عاجزون عن أن يأتوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجدوا مخرجا إلا أن يقول هذا سحر، نحن لسنا سحراء، سحار لسنا سحارا، ما نعرف أن نقول مثل قوله، وهذا اعتراف منهم، وهذه عادة السابقين، عادة السابقين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ تواصي، كل أمة كأنها توصي الأمة الأخرى إذا جاءكم الرسول قولوا ساحر، ولما جاء موسى لفرعون قال ساحر، ائتوني بالسحرة، هكذا يتهمون الأنبياء بأنهم سحرة وأن ما جاءوا به السحر، فلا نأتينك بسحر مثله، يعني بمثل السحر الذي أتيت به، وما أتاهم بالسحر موسى عليه الصلاة والسلام، ولا هود ولا شعيب ولا لوط ولا محمد ولا إبراهيم ولا غيرهم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، إنما جاءوا بالصدق. ولكن هذه عادة الكفار، يتهمون الأنبياء بأنهم جاءوا بالسحر. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، مبين يعني سحره واضح بين، أو سحره قوي عظيم لا نستطيعه، وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بساحر، ولكن هذه اخترعوها. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، بعد أن عجز عن كل شيء. وقيل إن هذا هو الوليد بن المغيرة لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه، قالوا: والله لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به، فما تقول؟ قال: أقول إنه صادق. قالوا: لا، كيف نواجه الناس؟ بل هو شاعر. قال: أنا أعلمكم بالشعر وما سمعته ليس بشعر. قالوا: كاذب. قال: والله لتعلمون إنه ليس بكاذب. قالوا: كاهن. قال: والله لقد سمعت سجع الكهان، والله ما هو بكاهن. قالوا: ويلك يا وليد، فماذا نقول للناس؟ فقال: دعوني أفكر. فكر قليل قال: قولوا ساحر. يؤلفون يؤلفون. قال: قولوا ساحر. فهم لا يعتقدون أن النبي ساحر، الآن اتفقوا عليها، يعني أقرب مخرج لهم كما قال الله تبارك وتعالى أتواصوا به، أقرب مخرج لهم أن قالوا إن هذا ساحر صلوات ربي وسلامه عليه، هم يعرفونه وكانوا يسمونه الصادق الأمين، يعرفون خلقه ودينه وتربيته وأهله ومنشأه صلى الله عليه وسلم وما تعاطى السحر ولا يعرف السحر، يعرفون هذا كله، ولكنه الجحود والعناد والكبر كما قال الله تبارك وتعالى.